مساء الخير. بعد أقل من يومين رئيس جديد رح يوصل على قصر بعبدة، ومع انتخاب الرئيس بتتجدد الأمنيات عند بعض من الناس اللي ما بدهم يفقدوا الأمل وعم بفتشوا على ضوء شمعة وسط الظلام الحالك. بعد يوم وليلة ستعود الحياة إلى القصر الفارغ، وسيتوافد المهنئون والشاكون من مئات الأزمات وبكل القطاعات. صندوق الشكاوى رح يتعبى بألاف الرسائل، أما المطلوب فواحد: دولة القانون والمؤسسات من جمهورية المزارع والمحاصصات، ومن حقنا أنه يكون عندنا دولة تحمينا من الظلم والاستغلال والاستغباء اللي عم يتمارس علينا، ومن حقنا نعيش بظل جمهورية ديمقراطية حقيقية بعد عقود من التضحيات والاستشهاد. والرئيس الطالع مع أمل الناس ووجعهم إلى قصر الجمهورية على موعد مع مسؤولية كبرى بعد ما دفعوا الناس أغلى الأثمان تيبقى لبنان. وللحديث عن الأثمان تتم أثناء قراءة جدول أعمال مجلس الوزراء، وبحلقة الليلة مواضيع وقضايا ومعلومات جديدة برسم علم وخبر. شو في بالعناوين؟ ليلة بعلم وخبر، الكشف عن بنود جدول أعمال الوزراء بالكامل، صرف أموال بالتراضي بلا موازنة، والأرقام بتخوف. مونسنيور صليبة، أداة للاحتيال، مين الضحايا وكيف تمت العمليات وين؟ الرقيب أول نيفين ترشيشي، ليش انتحرت وشو تركت برسالة الوداع؟ شجر لبنان عم يتحول لحطب، والدفاع المدني عينه بصيرة وإيده قصيرة. بتسعين ثانية التعبير بكل الطرق حتى بالتأتأة. شباب صغار شو بيعملوا لو بإيدهم القرار؟ منذكر كل المشاهدين مشاركتنا آرائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي عم تمرق على الشاشة، كما بإمكانكم الاتصال لتسجيل شكوى أو للتواصل مع فريق البرنامج. كيف عم بيديروا المال وبينقلوا الاعتمادات؟ كيف عم يصرفوا الملايين بشحطة قلم وبلا قطع حساب؟ جدول أعمال وبنود وتبريرات ومرق لي تمرق لك، هيدا الحال له 11 سنة على هالمنوال، وإن شاء الله ما يكون الحبل على الجرار. منتابع سوا هالتقرير. قربت حكومة الرئيس تمام سلام لنهايتها، وبحال نجحت المساعي لانتخاب رئيس للجمهورية بجلسة 31 تشرين الأول، رح يدخلوا الوزراء مرحلة تصريف الأعمال، ومع ارتفاع إيجابية أنه تصير هالفرضية واقع، وبظل انشغال اللبنانيين بالحراك الرئاسي الأخير، مجلس الوزراء وبآخر جلستين إلو مشغول بإقرار بنود بسرعة قياسية. فبقبل آخر جلسة إلو أقر مجلس الوزراء 160 بند من أصل 178 بجلسة اعتبرها الوزراء بتأكد مدى انتاجية جلساتهم. لكن وبعد التدقيق بالمشاريع اللي بحث فيها المجلس بجلسة 20 تشرين الأول، تبين التالي: مجلس الوزراء وافق على مشاريع نقل اعتمادات تقدر ب 71 مليار و 142 مليون و 834 ألف و 487 ليرة لبنانية، أي ما يوازي أكثر من 47 مليون دولار. كل هالأموال وافق على صرفها مجلس الوزراء بأربع ساعات. فبين ال 178 بند خصص 96 لنقل اعتمادات، وبين 82 بند المتبقيين 32 من بينهم مشاريع أيضا تطلب مال من الخزينة على صورة مشاريع وطلبات تعيين وتطويع. أيضا وخلال التدقيق بالبنود اللي ترسل عادة لكل وزير قبل الجلسة للاطلاع عليها، واللي حصلنا على نسخة منها، تبين أنه أكثر من مصدر طالب نقل اعتمادات تحت نفس المسمى، وإنما بأكثر من بند وكل مرة بقيمة مختلفة. مش غلط أنه مجلس الوزراء يشتغل وتنشط حركته، لكن هالحركة اجت على آخر أيامه واقتصرت على الأمور المادية من دون موازنة وعلى الطريقة الاثني عشرية وبغالب الأحيان بالتراضي. بهالمحور بيسعدنا أن نستضيف دكتور لويس حبيقة الخبير الاقتصادي والمالي. أهلا وسهلا فيك دكتور. مساء الخير. يعني عن جد جدول أعمال إذا نتأنى بقراءته منشوف أنه بنود مكررة حالة، المهم أنه نصرف اعتمادات بناء لطلب وزارات، ما بدي اسمي وزارات كلهم يمكن تقريبا، بناء لطلب هالوزاره وهالوزاره وهالوزاره نقل اعتماد بمبلغ كذا، احيانا لانه في اتفاق بالتراضي على كذا، واتفاق التراضي عم بيكون بمبلغ كثير كثير كبير. شو منقول عن هالعشوائيه؟ منقول انه في فوضى ماليه،
فوضى بإدارة الملف المالي من 2005 لليوم. نعم. وبالتالي ماشيين لا حسيب ولا رقيب، وحكما مجلس الوزراء الحالي نوع من متفاجئ أنه العهد في عهد جديد رح يبلش، لأنه بعد لليوم تسمعي ناس بعضهم عم يشكوا، يعني غريب، ومع أنه الأمور محسومة ولكن بعضهم مشكوا، وبالتالي هني لقوا حالهم والله في كذا شغلة لازم نعملها، والتنين جاي رئيس جديد، خلنا نحطهم كلهم فوق بعضهم. بس تعودوا يصرفوا هاي الطريقة من زمان لهلأ. لا بس شفتي، لا لا لو من زمان لهلأ كل جمعة في مثلا كذا شغل كذا شغل، بيقول الواحد الريتم مزبوط، بس هلأ الريتم الواضح. أكيد هو ملاحظة يعني كانت قبل آخر جلسة، وبآخر جلسة كمان الحلقة الجاية عنا فضايع بدنا نبينها بمواضيع أخرى. طيب شو معناتها أنه يعني أكثر من مصدر ونفس المسمى؟ يعني بنحكي عن نقل اعتماد لوزارة، وبنرجع بنحكي عن نقل اعتماد، نفس الاعتماد يعني نفس التبرير، بنغير فيه شوي يعني كمان، يعني لحد هون ما حدا بيراقب، ما حدا بيشوف شو عم بيصير، ما حدا. الرقابة بلبنان معدومة من 10 سنين مينيموم، يعني أجهزة الرقابة، خدمة البدنية، تفتيش المركزي، المجلس التأديبي، فعلا يعني كسروهم حطموهم. يعني تفتيش المركزي كل سنة بيطلع تقرير مهم جدا، صحيح، وبيقول فيه أنه إدارة الدولة عشفير الهاوي، وحتى ديوان المحاسبة كمان، وديوان المحاسبة. نعم. استحليت ينعمل في اجتماع لدراسة التقرير واستجواب الرئيس للتفتيش المركزي، استجواب بمعنى خلينا نستجواب. نعمل جلسة كان الوزير علي حسن خليل فيها، بتذكر يعني كان حاسم بموضوع معين انه ما بقى قادر للمال. مزبوط. بس اليوم اذا بنفتح اليوم مع العهد الجديد، نحن ليش املنا كبير باي، يعني في صفحة جديدة ستفتح، وهون يجب إعادة النظر بكل القصص المالية اللي دائما وقت منقول بلبنان إعادة النظر، وقت منقول ما حنقول عفى الله عما مضى، وقت منقول إنه ما بدنا نطوي 2005 و2006 لأنه ما بدنا نبرق فريق معين، عم نرجع نفوت بنفس الدوامة إنه لا بنكفي من دون موازنة. هاي المشكلة بلبنان. مليون ما فيك تكفي بعهد جديد بدون موازنة، يعني مستحيل. يعني بالماضي كان استفادوا من فوضى معينة. نعم. هلأ العهد الجديد بده يبلش إن شاء الله بتنظيم الدولي. ما حأسألك عن هالمبلغ إذا كان كبير ولا لا، لأنه مثل ما قلت حضرتك تفضلت إنه هن استغلوا إنه آخر جلسة لحتى يمرقوا كل هالمبلغ اللي هو كتير كبير، 47 مليون دولار يمرق بجلسة واحدة. بس هو مش مشكلة المبلغ، كان 47 أو 7 ملايين، مشكلة التبرير، مشكلة طبعاً. الطريقة، طريقة الشغل. طيب دكتور، في شغلة يعني هيك دايماً عم نلاحظها، أنه طيب أنه الموازنة عادة ترسم خط الطريق للإنفاق. صح. يعني مثلاً هلأ بنا نحن هاي السنة نعزز أكثر الإنفاق على الصحة أو الإنفاق على قطاعات معينة مع شيء اجتماعي. طيب من دون خط الطريق كيف عم بيصير عشوائية بهالصرف؟ العشوائية اللي وصلتنا لهون، يعني انه كيف بنقدر، يعني انه كيف قدرنا عشنا 11 سنة بهالطريقة؟ كان في توافق وتطابق مصالح وغض نظر وشراكة بمئة شغلة وشغلة. هل في شي دولة بالعالم بيصير فيها مثل ما صار؟ لمعلوماتي لا، ما في ولا بأي نظام، لا ولا بأي نظام ولا بشكل 11 سنة هيك. خلينا نسمع كمان رأي النائب إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة النيابية. مساء الخير. مساء النور لك ولضيفك. يمكن موضوعنا بوقته ومش بوقته، بوقته لأنه كمان الناس متأملة أنه بعهد جديد مفروض يكون في موازنة، يمكن ما رح نلحق موازنة 2017، بعد ما بعرف إذا بنعمل شي فتوى تنرجع نقدر نعمل موازنة 2017، ولكن اللي عم نلاحظه وخاصة بالجلسات الأخيرة كان في حجم كبير من نقل اعتمادات بطريقة مبهمة. شو نعم. بتقلنا أستاذ إبراهيم، ولأي متى رح نضل هيك؟ أولا أكيد فينا نعمل موازنة بعد بال 2017، نحن بعدنا بشهر تشرين الأول، ومعروف دستوريا صحيح أنه يبدأ العقد التشريعي نعم بنص هذا الشهر، وبالتالي بعد عندنا مجال من هلأ لآخر السنة وحسب المواقيت الدستورية أنه ننتج موازنة. نعم. هلأ بالنسبة للي كان عم يحصل بالماضي وخاصة بال 11 سنة، أنا سمعت شوي نعم. من الحديث يلي دار، أنا بريد أوضح أنه مش بس من 11 سنة لبنان عايش موازنات. أنا برأيي أنه الموازنات
إذا ما إجت بوقتها ومثل ما كان عم يحصل بأغلب الأحيان بالحكومات المتعاقبة ما إلى قيمة. يعني ما فيك تعمل موازنة بشهر أيلول أو تشرين من السنة اللي خلصت وتقولي أنه هاي موازنة. الموازنة هي ما ترتقي بالدولة من إنفاق ومن جباية وليست ما أنفقت الدولة. يعني بفهم منك انه الموازنه لازم تكون مسبقه مش لاحقه على طريقه هي بروجكسيون مثل ما انت قلت هي خارطه الطريق طبعا. هي منا بالنهايه عمل يعني امر واقع عم تجي انت تشرعي وبالتالي نعم. انه منطق اللي عم نحكي فيه انه 11 سنه لا انا برايي هذا المطلوب اصلاح فعلي فيه وبالتالي اولا احترام المواقيت ثانيا بمضمون الموازنه لا يمكن ان تكون الموازنه مجموعة ما بعرف مجموعة مشاريع قوانين ببعض الأحيان وبأغلبيتها لا تمت بصلة لا للجباية ولا للإنفاق. أستاذ إبراهيم لفت بنود التراضي ونحن بنعرف بأنه المحاسبة العمومية لا يجوز التراضي بإدارة عامة بمؤسسة خارج إطار إدارة المناقصات فوق 200 مليون ورد كذا بند تراضي وورد كذا بند مبهم مش معروف يعني مش واضح. أنا أصلا ما شفت موازنة لأنه اللي عم بقوله نحن الموازنة اللي وصلتنا بال2010 اشتغلنا عليها 4 أشهر طلعنا بتوصيات أكثر من 35 توصية بإجماع لجنة المال عملنا إصلاح جذري فيها. يعني مثلا الوبروجرام كمان وقت بدك تلزمي دولة حكومة خزينة بأكثر من سنة الموازنة معروفة هي لسنة مالية وبالتالي كل الالتزامات يجب أن تكون خلال هذه السنة. أنا عم باخد عينة أستاذ إبراهيم أنا عم باخد عينة من جدول مجلس أعمال الوزراء القبل الأخير الجلسة قبل الأخيرة وهون عم بلاحظ لاحظت هيدي الأمور كلها. نعم بس أنا بالفكرة الأولى حتى الموازنات اللي إجت بالماضي المفروض أن تصطلح بالمستقبل أن يعني أن تكون متوافقة أكثر فأكثر مع قانون المحاسبة العمومية ومع دستورنا يلي بحدد طبعاً. هي ماذا يدخل ضمن هذه الموازنة. يعني لازم يكون بفهم منك لازم يكون الإصلاح شامل بالقطاع المالي صح يعني بتركيبة الموازنة بمكوناتها بفزلكتها بمثلا كفاليه بيجيتير فرسان الموازنة اللي بيمرقوا فيها أوقات بيعدلوا نظام جامعة لبنانية بالموازنة شو له علاقة. نعم نعم. منروح أخيرا لموضوع اللي حضرتك أثرتيه وأثاره ضيفك الكريم اللي بيتعلق بهالاعتمادات الاستثنائية اللي هي أكثر من موضوع عملية مثل جدول أعمال مجلس الوزراء عم بحكي عن جلسة تشريعية. نعم. الاعتمادات الاستثنائية اللي درجة العادة إنه نمشي فيها من كم سنة لليوم كمان هيدي عم تختصر كل إنفاق الدولة اللبنانية من دون موازنات. طبعا. اليوم أصبحنا عم ننفق بحدود 30,000 مليار مع الاحتياط ومع الموازنات الملحقة من دون موازنات وباعتمادات عم تجي باقتراحات. يمكن هلا المواطنين بهمهم يعرفوا إذا نعم إذا الأولويات العهد الجديد رح تكون هيدي الموازنة ملحقة طالما أنه بعد عنا شهر قبل شهرين قبل ما أنه نقدر نستدرك الأمور. أنا رأيي أنه يجب أن يكون هنالك وحدة من الأولويات الأساسية. يجب أو وعد ونحكى بالموضوع مع الشباب أستاذ إبراهيم هل نحكى موضوع مع الجنرال مع هل حكيته فيها؟ هذا مثل ما بنعرف نحن صار لنا سنوات وسنوات عم نناضل كرمال هذا الأمر. ونحن بالنسبة لنا اليوم العهد الجديد إذا بدنا نحكي كلمتين أكيد هذا عهد نتأمل إنه نحط إيدنا كلنا سوا مع بعض ولكن إن شاء الله خير يكون مشروع إصلاحي ونتمنى إنه أكيد سنعمل أن يكون هنالك موازنة قبل آخر السنة. شكرا لك ساعتنا إبراهيم كنعان كلمة الأخيرة لك بالفقرة. بدي أقول إنه من ناحية دستورية أكيد ممكن ولكن من ناحية العملية بدك تنطر لتتشكل حكومة ما هذا اللي عم بقوله لانه يعني بتشرين اول دستور قانونيه بس بدها فتوى بركي بدك انا برايي ما راح نحاسبهم على موازنه. طب ليش بالسلبيات بيفتوا لحالهم بالسلبيات بالايجابيات لازم انه لو انه ما قدرنا لحقنا بالقانون وبالمهل انه يكون في نوع من تشريع لهالموضوع. هلا هو اهم شيء نبلش هلا لنعمل موازنه 2018 طب لنكون واقعيين يعني بتمرق بعد 2017 بلا موازنة لتتشكل وزارة جديدة وعم يعودونا بالجهاد الأكبر انتبهي يعني إن شاء الله إنه وبالتالي الجهاد الأكبر قديش بده ياخذ لنوصل وإلى آخره. شكرا يعني لك دكتور حبيقة وإن شاء الله إنه الوعود بتتحقق يعني أبسط حقوقنا إنه يكون في صرف مال يعني هيك مأونن بقانون مثل كل العالم يا عمي والله العظيم نحن عم ندفع ضرائب بهالدولة
كل مواطن ما بعرف قد ايه عم بيعاني ليقدر يسدد الضرائب المتوجبه والرسوم المتوجبه عليه، هيدي الرسوم هيدي لازم يكون في لها احترام بانفاقها. بكل الاحوال انا بدي اشكرك دكتور حبيب، اشكرا لنائب كنعان، وفاصل اعلاني وبنتابع معكم الحلقه. المخبر مكفى مع مونسنيور صليبة، أداة للاحتيال، مين الضحايا وكيف تمت العمليات وين؟ الرقيب أول نيفين ترشيشي، ليش انتحرت وشو تركت برسالة الوداع؟ شجر لبنان عم يتحول لحطب، والدفاع المدني عينه بصيرة وإيده قصيرة. بتسعين ثانية التعبير بكل الطرق حتى بالتأتأة. شباب صغار شو بيعملوا لو بإيدهم القرار؟